يوسف عسيسو الكاتب العام للنقابة الوطنية للاشتكاكيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشعوب. تنظن الأسئلة ديالكم تقول شنو هو الموقف ديالكم في هذا الشيء اللي كيطرى وشنو هو الموقف الرسمي ديالنا. هو أننا نرفض بعدا أولا أن هذا السيد هذا تم المتابعة ديالو ضمن القانون الجنائي. اللي واقع السي العربي الريش الزميل ديالنا اللي أنا خدمت معاه، رجل خلوق، رجل يؤدي المهام ديالو أحسن مهام، وخدمت معاه وعالجت الملفات ديالو في سياقات القطارات بحكم حتى انا الخدمه ديالي. هو رجل خلوق يؤدي المهام ديالو. هاد الدنيا هادي حتى واحد ما معصوم من انه غادي يتعرض للخطا، غادي يتعرض للاكسيدو. العربي غادي يوقع له ان اكسيدو، سيت ان اكسيدو اللي غنعتبروه اكسيدون دو ترافاي اي ريان كو سا، وخصو يتعالج هاد الملف. وهذا موقف الرسمي ديال النقابه الوطنيه للاشتكاكيين ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. يجب ان يتم معالجه هذا الملف ضمن القانون الذي يعالج ملفات حوادث الشغل ولا غير. وغنبقاو ناضلوا. وهذا اليوم المجلس الوطني ديالنا اللي هو برلمان ديال النقابه انعقد نهار السبت اللي فات، خرج بقرار ديال حمل الساره حمراء لمده 24 ساعه تتزامن مع المحاكمه ديال الزميل ديالنا احتجاجا على الاعتقال ديالو، مطالبين باطلاق فوري للسراح ديالو واسقاط المتابعه. هذا هو الموقف الرسمي. الان حنا بدينا هذه خطوه اولى، سنظل نناضل ونناصر اخينا لان هذه محنتنا احنا كسكاكيين، ليست محنته ولا محنه عائلته ولكن محنتنا كاملين. وغنبقاو نضلوا نناضلوا الى حين ان شاء الله انه فورا، واللي ما تلقوش هاد السيد هذا غادي نصعدوا، غادي نصعدوا. نتمنى من المسؤولين في هذه البلاد ان السيد راه ما عنده حتى شي حاجه من المسؤوليه في هذا الشيء. هذا حادث سير، هذا حادث شغل، خصو بالعكس خصو يوقفوا معاه، ماشي يحاكموه، خصو هاد السيد هذا خصهم يوقفوا معاه. ولهذا نعم. النتائج ديال التحقيق ماشي مختصين، ما غاديش انا ما غنناقش في هذا الشيء، لان اللي كيهمني انايا كنقابي هو الافراج الفوري على العربي الريش. هذا هو اللي كيهمني. التحقيق ما مطلعينش عليه لان احنا كنقابه ما كنطلعوش على هذا، وتا انتم ما تعرفوش، راه اللي دخل هذه الدهاليز راه تيعرفوا غير هما. اللي كيدخل لنا المحاكم وكيدخل هذا راه هما اللي كيعرفوا بوحديتهم. هناك طمس، هناك هذا داك الشيء ديال، لان هذه حتى التحقيق ما داروش شومان دو فير. باش يمكن لينا زعما نمشيو ونطالبوا ونقول لهم تحقيق دارته الفرقه الشرطه الوطنيه التابعه للدرك الملكي، هادو هما اللي عندهم، هما اللي يمكن يعطيكم شنو النتائج ديال التحقيق. وهذا وحنا ترفضوا اي نتيجه كتدخل الشك في الزميل ديالنا، سنرفضها وسنظل نناضل ضدها الى حين اننا نحققوا ان شاء الله. وهذا واجب علينا كنقابه، وهذا واجب علينا.